السلام عليكم، مساء الخير يا دكاترة. النهاردة إن شاء الله عندنا شرح الأبر سكند بريمولر الأبر 5. الفيديو اللي فات كنا اتكلمنا على الأبر 4، كان الفيديو مهم جدا، كان فيه بعض التجمعات ديت مهمة جدا يا دكاترة. فياريت اللي ما اتفرجش على الفيديو اللي فات اللي هو بتاع الأبر فيرست بريمولر الأبر 4 يتفرج عليه، وهيلاقي اللينك بتاعه تحت في الديسكريبشن. الفيديو مهم جدا، وفيديو النهاردة يعتبر تابع ليه. اللي اتفرج على الفيديو اللي فات وفهمه صح، فيديو النهاردة ان شاء الله بالنسبة له هيبقى سهل جدا ومفهوش اي حاجة، هو اصلا صغير. فركزوا معايا، النهاردة ان شاء الله هنشرح الابر سكند بريمولر الابر 5. ان شاء الله حصة سهلة وبإذن الله هتبقى لذيذة عليكم، فتعالوا يلا نشوف الابر سكند بريمولر. فيلا بينا. كالعادة يا دكاترة عندنا 5 نقط في الاستراتيجية. اول نقطة عندنا الجنرال فورم اند فانكشن. كويس، الوظيفة بتاعت الأبر سكند بريمولر لو تفتكرهم في الفيديو اللي فات كنا قلنا هنا 3 وهنا 4 و 5 و 6، ده القناين وده المولر. تمام، الفور وظيفته تتبع للقناين، والفايف وظيفته تتبع للسكس. فالقناين وظيفته ايه؟ قطنج وتيرنج، فالفور هيبقى وظيفته تيرنج زي القناين، والسكس اللي هو المولر وظيفته ايه؟ جرايندنج. فهيكون الفايف اللي هو السكند بريمولر وظيفته برضه جرايندنج. من عشان كده لما قلنا في الاول خالص لو تفتكرهم في الانترودكشن كنا قلنا بريمولرز وظيفتهم ايه؟ تيرنج اند جرايندنج الاثنين. تمام يا دكاتره، يبقى ده بالنسبه للفايف جرايندنج، بالنسبه للفور تيرنج، بالنسبه للبريمولرز عموما تيرنج اند جرايندنج. كويس، تعال بقى نتكلم عن الجنرال فورم. عندنا كام نقطه مهمين جدا عايزكم تاخدوا بالكم منها. بيقول لك ايه؟ ان الابر 5 ماله يا عم؟ ابر 5 بيقول لك سمولر ان سايز، يعني اصغر في الحجم من الابر 4. تاني، الابر 5 اصغر في الحجم من الابر 4، دي حاجه مهمه. بيقول لك ان الكراون بتاع الابر 5، الكراون بتاع الابر 5 is shorter، اقصر سيرفايكو اوكلوزالي زان الابر 4. يبقى الوقت الابر 5 حجمه اصغر من الابر 4، الابر 5 الكراون بتاعه اقصر من الابر 4. تمام، تعالوا بقى الحته ديت وعايزكم تركزوا فيها. الابر قناين يا دكاتره لو تفتكروا كنا قلنا عنده اطول رود، صح يا دكاتره؟ تمام، وبعد كده اخذنا الابر 4. الابر 4 عنده تو روتس، بكر روت ولينجوال روت. مثلا اهو ده الابر قناين، ده الابر 4، وبعد كده الابر 5. لو خدتوا بالكم انا راسم هنا ان الروت بتاع القناين هو طبعا اطول، وهنا الروت بتاع الفايف طويل، والروتس بتاعت الفور هي القصيره. فانا عايز اقول هنا ايه؟ عايز اقول ان الروت بتاع الفور الروت، وركزوا على حته الروت دي، قصير ما بين اتنين عملاقين، اتنين طوال، القناين والفايف. تاني، الروت بتاع الفور اقصر من الروت بتاع الفايف، ده اللي انا عايز اركز عليه. الروت بتاع الفور اقصر من الروت بتاع الفايف. فعشان نسهل الموضوع، الروت بتاع الفور عباره عن قزم ما بين اتنين عمالقه. تمام يا دكاتره، انا دلوقتي بتكلم عن ايه؟ بتكلم عن الروت. تمام، يبقى الوقت اخدنا كام نقطة مهمة. أول نقطة إن الأبر 5 حجمه أصغر من الأبر 4، إن الكراون بتاع الأبر 5 is shorter cervical occlusally than الأبر 4، إن الروت بتاع الأبر 5 أطول من الروت بتاع الأبر 4، دي اللي يهمني النهاردة. كويس جدا، لو تفتكروا يا دكاترة في الأبر 4 كنا قلنا إن 80% من الحالات بيكون تو روتس، صح؟ وان 20% من الحالات بيكون في وان رود. هنا بقى في الابر 5 بنقول لك ان 15% من الحالات بيكون تو رودز، وان 85% من الحالات اللي عندنا بيكون وان رود سنجل رود. يبقى من الاخر ايه؟ لما اجي اعمل الكارفنج هعمل ابر 5 وان رود سنجل رود. تمام يا دكاتره،
ركزوا في النقطة دي. يبقى دلوقتي ابر 4 2 روتس، ابر 5 1 روت. تمام، يبقى النهارده واحنا بنشتغل في النظري وان شاء الله بعد كده في العملي هنعمل ابر 5 عبارة عن 1 روت. تمام يا دكاتره؟ تمام. وخدوا بالكم بقى من النقطة اللي جاية دي، الكراون بتاع الابر 4 يا دكاتره نظامه ان هو كان انجيولر، ولو تفتكروا من الجيومتريك اوت لاين بتاع الاوكلوزال سيرفيس بتاع الابر 4 كان نظامه ايه؟ كان نظامه ان هو 6 سايدد هيكساجونال، فهيكساجونال في زوايا اهو انجيولر اهو، ودي نقطة مهمة. اما الابر 5 بيكون ليس انجيولر، هتلاقيه وانت تبص من الاوكلوزال سيرفيس كده حاجة راوندد في نفسها كده، يبقى ليس انجيولر اند راوندد. وديت نقطة مهمة جدا يا دكاترة، والدكاترة بيركزوا عليها في العملي، ممكن انتوا ما تاخدوش بالكم منها وانتوا بتشتغلوا العملي، بس الدكاترة بيركزوا عليها، بيقوموا جايبين مثلا الابر 4 او الابر 5 ويشوفوا انتوا عاملين الجيومتريك اوت لاين بتاعه مظبوط ولا لا، بيشوفوا انتوا عاملين مثلا الابر 5 شكله راوندد ولا لا، ليس انجيولر ولا لا، بيركزوا في النقط دي، عشان كده ان شاء الله لما نيجي نشتغل العملي هنركز عليها باذن الله. طب كويس. طب بالنسبة للجيومتريك اوت لاين بتاع الابر 5 هو هيبقى انعكاس الاثنين دول، هيبقى راوندد اور اوفال، بيضاوي او مدور. تمام يا دكاتره؟ يبقى الجيومتريك اوت لاين بتاع الاوكلوزال سيرفيس بتاع الابر 5 هيكون راوندد او اوفال، بيضاوي عامل كده، شوف راوندد اهو، مفيش اي زوايا، مفيش اي حاجه. تمام يا دكاتره؟ ده كل حاجه بالنسبه للجنرال فورم اند فانكشن. كويس، تعالوا بقى نتكلم عن الكرونولوجي. عندنا اول حاجه دكاتره في الكرونولوجي كالعاده الفيرست ايفيدنس اوف كلاسيفيكيشن. الفيرست ايفيدنس اوف كلاسيفيكيشن في الابر 5 من كام لكام؟ من 2 ل 2.5، ودي كنا عملناها في التجميع. كويس جدا. بالنسبه للانامل كومبليتد او الكراون كومبليتد نفس الفكره، من كام لكام؟ من 6 ل 7 سنين. طب في الابر 4 احنا كنا قلناها من كام لكام؟ كنا قلناها من 5 ل 6 سنين، يبقى من 5 ل 6 هنا من 6 ل 7. تمام يا دكاتره؟ طب بالنسبه للاربشن، الاربشن بتاع الابر 5 من كام لكام؟ من 10 ل 12 سنه. طب في الابر 4 كان من كام لكام؟ كان من 10 ل 11 سنه. وان شاء الله لما تاخدوا اللور 5 يا دكاتره هتلاقوا اللور 5 من 11 ل 12 سنه، يبقى هنا من 10 ل 11، هنا من 11 ل 12. لذلك لما جيت عملت التجميع كنت عملت 5 على 5، فقلتها مره واحده عشان نسهل الموضوع، كنا قلنا من 11 ل 12، وكنا قلنا ان ال 4 على 4 اللي هو الابر 4 على اللور 4 كان من كام لكام؟ كان من 10 ل 11، عشان نسهل الموضوع من 10 ل 11، 11 ل 12. تمام يا دكاتره؟ فبرضو عايزين ايه نسهل الموضوع عشان الموضوع بعد كده يبقى سهل علينا. تمام، اخر حاجه عندنا الروت كومبليتد. الروت كومبليتد في الابر 5 من كام لكام؟ من 12 ل 14 سنه. طب في اللور 5 ان شاء الله بعد كده، في اللور 5 هتبقى من 13 ل 14 سنه، يعني هنا زودنا واحد وهنا زودنا واحد. تمام، طب في الابر 4، الابر 4 كان من 12 ل 13 سنه، 12 ل 13، 13 ل 14، فبرضه نفس الفكره لما كنا عملنا 5 على 5 كنا قلنا من 13 ل 14، اما 4 على 4 في الروت كومبليت كنا قلنا من كام لكام؟ من 12 ل 13، عشان برضه اجيال بتسلم اجيال ونسهل الموضوع. تمام يا دكاتره؟ ده بالنسبه للكرونولوجي، فاتمنى انكم تكونوا عارفينه من ايام التجميع، وبرضه اللي ما اتفرجش على التجميع يا ريت تتفرج عليها، وهحط لكم برضه لينك السلسله كلها، البلاي ليست كله من اول فيديو نزلناه في الانترودكشن لحد اخر فيديو نزلناه اللي هو الابر 4 والنهارده الابر 5، كل الفيديوهات ديت موجوده في البلاي ليست ان شاء الله، اللي هحطها لكم تحت في الديسكريبشن، فاللي ناقصه اي حاجه يقدر يتفرج عليها. فبالتوفيق لكم جميعا ان شاء الله. عندنا النقطه الثالثه في الاستراتيجيه اللي هي هو سكسيسور ولا لا؟ ايوه هو سكسيسور. تمام، انت يا عم الحاج الابر 5 انت كنت سكسيسور لمين؟ انا كنت سكسيسور للابر اي. ايه الابر اي ده؟ اللي هو ابر ديسيدوس او ميلك سكند مولر. يبقى ديسيدوس مولر
الديسيدوس سكند مولر وقع وطلع لنا مكانه الابر سكند بريمولر. تمام يا دكاتره؟ وده بالنسبه للنقطه الثالثه في الاستراتيجيه. طب بالنسبه للنقطه الخامسه اللي هو فيه فاريشنز ولا انوماليز ولا لا؟ ما فيهوش برضه فاريشنز ولا انوماليز، يبقى زيه زي الابر فور، ما فيش اي فاريشنز ولا انوماليز، هندرسهم في الاثنين دول. تمام، نستنى بقى النقطه الاخيره، النقطه الرابعه في الاستراتيجيه، الا وهي الاسبكتس. فتعالوا يلا نشوف الاسبكتس بتاعت السنه ديت. فتعالوا يلا يلا دكاتره عشان هنتكلم عن الاسبكتس. ده السنترال انسايزر، ده اللاترال انسايزر، ده الكناين، ده الابر فيرست بريمولر، ده الابر سكند بريمولر. مش الشكل اللي قدامنا ده، عايزين نلاحظ كم نقطه. اول نقطه لو جيت تبصهم هتلاقوا ان الايه ابر 4 از لارجر ان سايز زين الابر 5، صح دكاتره؟ مظبوط. هنلاقي برضو ان الكراون سيرفايكو اوكلوزالي بتاع الابر 4 اطول من الابر 5، برضو ملاحظينها. هنلاحظ برضو نقطه ثالثه، البقى القصب بتاع الابر 5 اقصر مقارنه بالابر 4، صح دكاتره؟ وهنلاقي برضو ان القصب تيب بتاعه ليس بوينتد مقارنه بالابر 4. لاحظنا اربع نقاط، فاكيد طبعا انتوا واخدين بالكم منها من الشكل اللي قدامنا ده، ان هو سمولر ان سايز، ان هو شورتر سيرفايكو كلوزالي، ان الباقه القصب بتاعه هيكون اقصر، ان القصب التيب بتاعته ليس بوينتد. تمام يا دكاتره؟ في الابر 4 احنا كنا رسمنا، قعدنا نرسم الاسبكتس وقعدنا نوضح كل حاجه على الرسومات. في الابر 5 يعتبر هو سهل جدا مقارنه بالابر 4، فاللي فهم رسمه الابر 4 بتعمل ازاي هيبقى نفس الفكره بالظبط مع الابر 5، لو اسهل كتير كمان. فالنهارده ان شاء الله هنشتغل هنا على البرنامج، وباذن الله لما ننزل للور بريمولرز ان شاء الله برضو هنرسم، عشان اللور 4 هيكون مختلف عن اللور 5، فهنرسم الاثنين ان شاء الله. فتعالوا الوقت يلا هنشتغل على الابر 5. هنبدا كالعاده بالباقه الاسبكت. بالنسبه للميزل اوت لاين هيكون سلايتلي كونفكس، بالنسبه للديستال اوت لاين هيكون مور كونفكس. تمام دكاتره؟ لو تفتكروا في الابر 4 كنا قلنا ان الميزل اوت لاين والديستال اوت لاين بيكونوا كونكيف، اما هنا في الابر 5 بيكونوا كونفكس. تمام دكاتره؟ خدوا بالكم برضو من النقط دي عشان مهمه. ده بالنسبه للاوت لاينز. تعالوا بقى نتكلم عن الميزل كونتاكت اريا. بيقول لك الميزل كونتاكت اريا موجوده عند الجنكشن بتوين الاوكلوزال والميدل سيرد، اما الديستال كونتاكت اريا موجوده عند الميدل اوف الميدل سيرد. طب ثانيه واحده كده، انا كنت سمعت الاثنين دول قبل كده كتير. ايوه كنا سمعناهم في الابر لاترال انسايزر، سمعناهم في الابر كناين، والوقت بنسمعهم في الابر 5، 2 و3 و5. تمام يا دكاتره؟ كويس جدا. تعالوا بقى نتكلم عن الكاسب تيب راحه فين. كاسب تيب راحه ميزيالي، وهنا هنرجع للقاعده اللي كنا قلناها في الابر 4، الكاسب تيب على طول الدكاتره بتروح ميزيالي، والذي يشذ عن ذلك اللي بيختلف عن القاعده دي هو الابر 4. كان راح فين؟ كان راح ديستالي. تمام، وينتج عن موقع الكاسب تيب وموقع الكونتاكت اريا الاسلوبز، صح؟ ودي برضو كنا قلناها في المره اللي فاتت وركزنا عليها. قلنا في المره اللي فاتت عشان الكاسب تيب راح ديستالي، وعشان الميزيا كونتاكت اريا هو اللي مور سيرفايكالي زان الديستال كونتاكت اريا، ده في الابر 4، يعني القاعدتين شواذ موجودين في الابر 4. موقع الكونتاكت اريا هيكون ميزيالي مور سيرفايكالي، والقصب تيب هيكون راحه ديستالي، قاعدتين شواذ موجودين في الابر 4. لذلك قلنا ان الديستال سلوب هيكون اقصر من الميزيال سلوب. تمام يا دكاتره؟ هنا بقى العكس في كل حاجه، هنا الكونتاكت اريا ماشيه تبع قاعده عادي ان الديستال هو المور سيرفايكالي، هنا برضو القصب تيب برضو ماشيه تبع قاعده عادي ان هي راحه ميزيالي، لذلك السلوبز برضو هتبقى ماشيه تبع قاعده عادي ان الديستال سلوب هيكون اطول من الميزيال سلوب. ثلاث قواعد موجودين عندنا، الابر 5 ماشي صح معاهم، اما الابر 4 هو اللي رخم، هو اللي ينقض هذه القواعد ويشذ عنها. تمام يا دكاتره؟ احب اربط عشان بنسهل الموضوع كده. تمام، ده بالنسبه للكاسب تيب موجود فين، ده بالنسبه للسلوبز، بالنسبه للاوت لاينز. بالنسبه للسيرفيس اناتومي زي ما انتم شايفين موجود في سيرفيكال ريدج، موجود الباكر ريدج، كويس. واخر حاجه عندنا في الكراون ان السيرفيكال اوت لاين هيكون كونفكس روت وايز. تمام يا دكاتره. عندنا الروت، بيقول لك ان الروت هنا اطول من الابر 4، دي احنا قلناها قبل كده.
بيقولك ان الروت بيعمل تيبرنج، وعند الابيكال اند ممكن يفضل ستريت زي ما هو وممكن نروح ديستالي. ودي نفس الفكره اللي كنا قلناها قبل كده في الابر فور. تمام يا كتره، ده كل حاجه بالنسبه للبقل اسبكت. تعالوا بقى نتكلم عن اللينجوال اسبكت او البلاتال اسبكت. البلاتال اسبكت يا كتره ما فيهوش كلام كتير اتقال، بيقولك ان في موجود لينجوال كونفرجنس، لذلك لما اجي ابص للكراون هلاقي سلايتلي نارور، هلاقي اضيق مقارنه بالبقل اسبكت. تمام، لما اجي ابص لللينجوال سيرفيس برضو بتاع الروت هلاقي سموث، وهلاقي برضو نارور مقارنه بالبقل اسبكت. تمام يا دكاتره، يبقى دي حاجتين ناتجه عن اللينجوال كونفرجنس. بصوا كده يا دكاتره، انتوا شايفين اي حاجه من البقل كاسب تب، او شايفين اي حاجه برضو من البقل كاسب سلوبز؟ انا عن نفسي مش شايف اي حاجه. فمعنى ده ايه؟ معنى ده ان البقل كاسب عنده نفس اللينس بتاع اللينجوال كاسب، ودي نقطه مهمه جدا خد بالكم منها. اما في الابر فور كنا قلنا ايه؟ كنا قلنا ان البقل كاسب اطول بواحد ملي متر من اللينجوال كاسب. تمام يا دكاتره، خدوا بالكم برضو من النقطه دي عشان مهمه جدا. اخر حاجه ممكن اتكلم عنها هنا، ان هنا الكاسب تب هيكون شارب، اللينجوال كاسب تب هيكون شارب. تمام يا دكاتره، بس هو ده كل حاجه بالنسبه للينجوال. الفيديو النهارده سهل جدا، سهل جدا جدا كمان مقارنه بالفور، من عشان كده اللي اتفرج على الفور هيكون بالنسبه له فايف سهل جدا. تعالوا بقى دكاتره عشان نتكلم عن الميزيال اسبكت. بالنسبه للميزيال اسبكت دكاتره، فزي ما احنا شايفين هنا ان البقل كاسب واللينجوال كاسب عندهم نفس اللينز، الاثنين قد بعض بالظبط. كويس جدا عرفنا الحته دي. بيقول لك هنا ان البقل كاسب تب واللينجوال كاسب تب بينهم مسافه كبيره جدا، في مسافه كبيره ما بينهم، زي ما احنا شايفين هنا كده ان البقل كاسب تب واللينجوال كاسب تب بينهم جريد ديستانس، بينهم مسافه كبيره. فالمسافه الكبيره ديت هتكبر من الاكلوزال سيرفيس، دي هتخلي الاكلوزال سيرفيس اعرض. خدوا بالكم بقى من النقطه اللي جايه ديت، وبرده هعلق عليها. بيقول لك هنا ايه؟ ان الميزيال مارجنال ريدج، الميزيال مارجنال ريدج موجود مور اوكلوزالي زان الديستال مارجنال ريدج. الميزيال مارجنال ريدج اللي احنا شايفينه هنا ده اهو هيكون مور اوكلوزالي مقارنه بالديستال مارجنال ريدج اللي موجود هنا. فانتوا اصلا ممكن تاخدوا بالكم منها هنا، الميزيال مارجنال ريدج باين من الديستال سيرفيس من هنا. ليه؟ عشان هو مور اوكلوزالي. طب انت يا عم الحاج، الميزيال مارجنال ريدج مور اوكلوزالي زان الديستال مارجنال ريدج ليه؟ احفظها ازاي؟ ما انا ممكن انساها. بص يا دكاتره بقى، يلا خدوا بالكم من النقطه دي واكتبوها ورايا. البوزيشن بتاع المارجنال ريدجز بيعتمد على البوزيشن بتاع الكونتاكت اريا، بمعنى ان الميزيال مارجنال ريدج البوزيشن بتاعه يعتمد على ميزيال كونتاكت اريا، الديستال مارجنال ريدج يعتمد موقعه على الديستال كونتاكت اريا. فبص يا دكاتره عشان اوضح الحته دي، في الابر فور كنا قلنا ايه؟ كنا قلنا ان الديستال كونتاكت اريا هو اللي مور اوكلوزالي، لذلك الديستال مارجنال ريدج بتاعه هو اللي هيكون مور اوكلوزالي. هنا في الابر 5 بنقول ايه؟ هنا في الابر 5 بنقول ان الميزيال كونتاكت اريا هو اللي مور اوكلوزالي، لذلك الميزيال مارجنال ريدج هو اللي هيكون مور اوكلوزالي زان الديستال مارجنال ريدج. بيقول لك كده زي ما احنا شايفين ان الميزيال كونتاكت اريا هيكون موجود عند جانكشن بتوين الاوكلوزال وميدل سيرد، وهيكون رايح ناحيه البقل، ودي برده نفس اللي كنا قلناها قبل كده في الابر 4. كويس، بيقول لك هنا ان الجروف اللي موجود على الروت هيكون ماله؟ هيكون شالو ديفلوبمنتال جروف. يبقى تاني الجروف هنا اللي موجود على الروت من الميزيال اسبكت هيكون ماله؟ شالو ديفلوبمنتال جروف. طب بالنسبه للكراون يا دكاتره، في اي حاجه؟ بيقول لك الكراون بيكون كونفكس، بيكون سموث، ما عليهوش اي ديفلوبمنتال ديبريشنز، ما عليهوش اي حاجه. بس كده، ده كل حاجه بالنسبه للميزيال. تعالوا بقى عشان نتكلم عن الديستال. بالنسبه للديستال اسبكت يا دكاتره، فبقول لك هو زي الميزيال اسبكت بالظبط، زي ما احنا شايفين ما شفناش اختلافات كتيره، ولكن في بعض الاختلافات. اول اختلاف ان المارجنال ريدج هنا الديستال مارجنال ريدج هيكون مور سيرفايكالي زان الميزيال مارجنال ريدج. يا عم احنا عارفين الحته دي، ده احنا لسه قايلين دلوقتي في الميزيال مارجنال ريدج هيكون مور اوكلوزالي، فبالبديهي هنلاقي ان الديستال مارجنال ريدج هيكون مور سيرفايكالي، دي حاجه سهله عارفينها. بقول لك ان الديستال كونتاكت اريا هيكون مور سيرفايكالي، يا عم عارفينها برضو يا عم. تمام، بقول لك برضو ان الديستال كونتاكت اريا هيكون وايدر اعرض. طب برضو وضح لي الحته دي انا كنت وضحتها في الابر 4 وهنا برضو هوضحها تاني. بص يا دكاتره، الابر 5 عامل كونتاكت ميزيالي مع مين؟ عامل كونتاكت ميزيالي مع الابر 4. تمام، طب عامل كونتاكت ديستالي مع مين؟ عامل كونتاكت ديستالي مع الابر 6، الابر فيرست مولر.
ونتيجة للنقطة ديت هنلاقي ان الديسيا كونتاكتيريا هتكون اكبر من الميسيا كونتاكتيريا. وكنا قلناها في الابر فور ان حجم الكونتاكتيريا بيعتمد انا اصلا عامل كونتاكت مع مين. تمام يا دكاترة، ده بالنسبة لموضوع الكونتاكتيريا. بيقول لك هنا ان الجروف اللي موجود على الروت هيكون ديب، اما في الميسيا كنا قلنا ان هو هيبقى ايه شالو. تمام يا دكاترة، هي دي الفروقات اللي موجودة ما بين الميسيال اسبكت والديستال اسبكت. تعالوا بقى عشان نتكلم على الاوكلوزال اسبكت. بالنسبة للاوكلوزال اسبكت يا دكاترة، فزي ما احنا شايفين هنا هنلاقي ان الجيومتريك اوت لاين هيكون ماله، هيكون اوفال او راوندد، مفيش بقى انجيولر زي ما كنا قلنا قبل كده في الابر فور. الابر فور كنا قلنا ايه هيكساجونال سكس سايدد، في زوايا موجوده، اما هنا هيكون اوفال او راوندد. تمام يا عم عارفينها. تعالوا بقى نتكلم ان في ديستانس، في وايد ديستانس موجوده ما بين البكر كاسبتيب واللينجوا كاسبتيب، في مسافه كبيره ما بينهم. تمام يا دكاتره، في مسافه كبيره ما بينهم. وبرضو لو لاحظتوا هنا هتلاقوا ان البقر القصب اعرض حاجه بسيطه جدا من اللينجوال القصب، لذلك حتى احيانا ممكن يقول لك ايه ان الاثنين عندهم نفس الوايتس، يبقى بيقول لك هنا ان البقر القصب هو اعرض حاجه بسيطه من اللينجوال القصب. وممكن في حالات هما قايل لك ايه، ممكن نقابل حالات هنلاقي ان البقر القصب از وايد از اللينجوال القصب، ممكن نقابلها في بعض الحالات. تمام، عايزين بقى نركز في النقطه دي يا كاتره، عايزين نركز في النقطه دي. بيقولك ان الميزيا مارجن ريدج والديستال مارجن ريدج مالهم ار ثيكر، يعني السمك بتاعهم كبير. تمام يا كاتره، وينتج عن ذلك ان الميزيال ترينجولار فصه والديستال ترينجولار فصه قريبين من بعض. خدوا بالكم من النقطه دي، ينتج عنهم ايه ان الميزيا ترينجولار فصه والديستال ترينجولار فصه قريبين من بعض، ار كلوز تو اتش اذر. تمام يا كاتره، ار كلوز تو اتش اذر دي مهمه. تاني حاجه ينتج عن ذلك برضو ان السنترال ديفلوبمنتال جروف هيكون ماله شورت. اعطيكم برضو مثال يا دكاتره، انا دلوقتي قاعد في اوضه 3 متر في 3 متر. تمام، الجدار بتاع الاوضه دي كان بيكون من صفين، صفين من الطوب جنب بعض. طب لو انا عملت الجدار ده زودت عليه صفين كمان، خليته 4 صفوف، خليت الجدار 4 صفوف، مش ده هياخد من مساحه الاوضه؟ بعد كانت مثلا 3 متر في 3 متر، المساحه قلت شويه. تمام، وخليت مثلا المكتبين قريبين من بعض، قربت المكتبين من بعض، صح؟ يعني عايزكم برضو تتخيلوا الحته دي، نتيجه لاني خليت الجدار مور سكر، خليته اسمك، خليت المكتبين اللي موجودين جوه الاوضه قريبين من بعض. فالمكتبين في المثال اللي عندنا هو ايه، هو الميزيال ترينجولار فصه والديستال ترينجولار فصه. تمام، والمسافه ما بين المكتبين قصرت، اللي هي هنا ايه، اللي هي هنا السنترال ديفلوبمنتال جروف. تمام يا دكاتره، اظن الحته دي واضحه واتفهمت مع المثال كويس. طب انا عايز اقارن الميزا ترينجولار فصه بالديستا ترينجولار فصه، هلاقي ان الديستا ترينجولار فصه لارجر، هلاقي اكبر اند ديبر. هلاقي هنا ان الديستا ترينجولار فصه هو اللي لارجر، هو اللي اكبر، وهلاقيه برضو اعمق، يبقى الديستا ترينجولار فصه يا دكاتره از لارجر اند ديبر مقارنه بالميزيال ترانجولار فصه. خدوا بالكم برضو من النقطه دي. واخر نقطه عندنا، كنا قلنا في الابر فور ما فيهوش اي سبلمنتال جروفز، ما فيش سبلمنتال جروفز نهائي، اما هنا موجود سبلمنتال جروف، في سبلمنتال جروفز موجوده في الابر فايف، والنقطه دي مهمه. لذلك الشكل اللي بيطلع قدامنا زي ما احنا شايفين كده بيكون رينكلد ابيرنس. تمام يا دكاتره، شكل معقد في نفسه كده بيكون رينكلد ابيرنس. تمام يا دكاتره، ده كل حاجه بالنسبه للابر فايف، فاتمنى تكونوا استفدتم. الحمد لله فيديو النهارده سهل جدا، اللي اتفرج على الابر فور هيكون بالنسبه للابر فايف زي لعب عيال وسهل. فاتمنى تكونوا استفدتم، وكان معكم عزه شومان برنامج الباش دنتست، ويلا في امان الله. It's caught in the crossfire.